فتحت بورصة فرانكفورت في بداية تعاملاتها ذات الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.02%، مؤكدة أنها لم تتأثر من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وأنباء قوية عن خروج محتمل لليونان من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. فيما وكالة موديس لتصنيف الائتمان لم تعد تستبعد أن تسحب من ألمانيا القوى الاقتصادية الأولى في أوروبا تصنيفها الأعلى AAA الذي يعكس مكانتها المالية. ورغم مخاوف المتعاملين في بورصة فرانكفورت، ارتفع مؤشر الأسهم الألماني الرئيسي داكس ليستقر عند مستوى 6.420.82.